أشرنا ملف النقاش المتعلق باللقاحات الواصلة إلى الجزائر، وكان آخرها أسترازينيكا البريطانية الذي وصل منذ قليل إلى مطار هواري بومدين الدولي. 50,000 جرعة وصلت من هذا اللقاح، في انتظار أن تصل جرعات أو كميات أخرى من لقاح أو لقاحات مختلفة، حسب ما أشار إليه البروفيسور جمال فرار في تصريح لوسائل الإعلام على هامش استقبال الشحنة الثانية من اللقاحات الواصلة إلى الجزائر. ملف النقاش كان يشاركني فيها الدكتور عبد الباسط كتفي، طبيب مختص في أمراض الحساسية وصدر. أهلا وسهلا مجددا سيدي الكريم. أهلا وسهلا. ومن فرنسا البروفيسور يحيى مكي، مختص في علم الفيروسات بمستشفى ليون. أهلا وسهلا سيد يحيى مكي من جديد. إذن أبشر النقاش مع الأستاذ الدكتور عبد الباسط كتفي. إذن دخلنا ربما مرحلة جديدة من المواجهة مع فيروس كورونا في وقت كان في حجر صحي، وبعدين بدأنا نتعايش. الآن ربما التلقيح، هل أنتم كمصالح صحية ومصالح طبية جاهزون لمباشرة هذه العملية؟ بالطبع نحن جاهزون، كنا جاهزين لمواجهة المرض، وهو نظن باللي هو اللي أصعب. نعم. ولا فاكسيناسيون هي بداية الحل، نعتقد. نعم. أنها إن شاء الله تكون بداية الحل. نعم. وبداية السيطرة على المرض في الجزائر. دونك التحذيرات بدأت عندها مدة، وجات انستركسيون تاع مينيستير دو لا سانتي. نعم. اللي تمد ما هي طريقة التحذير، وقمنا باجتماعات على مستوى مستشفى رويبة. نعم. ونظن باللي هذا الشيء صار نفس الشيء على كل مستويات، على كل مستوى الوطن. صارت دي فورماسيون تاع الناس اللي راهم امبليكي مباشرة. نعم. في لا فاكسيناسيون، باش يعرفوا ما هي الاجراءات التي تتخذ، من تبدا من تحسيس بيسك حنا رانا في لوبيتال. دونك حنا اوني كونسيرني سورتو بار لا فاكسيناسيون تاع البيرسونيل دو لوبيتال دو سونتي. دونك تبدا من التحسيس الى ما هي طرق اللي نتبعوها. طيب. باش نقوموا بلا فاكسيناسيون. طيب بروفيسور، التخوف هو امر مشروع، يعني ربما فيه مواطنين متخوفين من اخذ اللقاح، ربما واجهتهم انت في مصالحك الصحيه، كيف يمكن ان نتعامل مع هؤلاء؟ ربما ما هو نداءك لهم؟ هو التخوف شيء طبيعي، والتخوف هذا معروف منذ القدم. بالنسبه للفاكسيناسيون، لكن الشيء اللي واضح ان لافاكسيناسيون عبر عشرات السنوات ادت الى تؤدي سنويا الى انقاذ الملايين تاع الناس من امراض متعدده، واثبتت النجاح عندها بصفه قطعيه. لكن التخوف يبقى دابور كاين الناس اللي راهم كونتر الفاكسان منذ مده، ويبقاو دائما كونتر الفاكسان. ولما هل هذا التخوف مشروع في العالم؟ هذا التخوف انا بالنسبه لي هو موجود حقيقه، ولكن هو ماهوش منطقي. نعم. ماهوش منطقي، لان خاصه احنا في المستشفيات رانا نتلاقاو مع الفيروس. نعم. يوميا امام المرضى، الور كو لو فاكسان يحمل جزء بسيط من الفيروس، واللي هو غير قادر على صنع المرض، وانما. نعم. يعطي فقط اون ستيمولاسيون تاع جهاز المناعه، باش تكون عنده الذاكره تاعو تعرف الفيروس وتقدر تنتج دي زونتيكور. طيب. مضاد للفيروس. بروفيسور، وانت ربما موجود في، كنت من الاوائل الذين واجهوا الفيروس هنا في الجزائر، هل انت مستعد لاخذ اللقاح؟ ربما ستباشرون تلقيح غدا. بالطبع. نعم. هذا شيء واضح جدا اننا مستعدين باش نقوموا بعمليه التلقيح. نعم. لنفوسنا وننصحوا بها غيرنا، وليس فقط هذا، ولكن نقولوا الحمد لله ان الفاكسان اصبح موجود. الحمد لله الفاكسان هذا باش نقوموا بلا فاكسيناسيون نتاع البيرسونيل دو سونتي. نعم. وتكون عنده القدره باش يواجه المرض، لان المرض ما رايحش غدوه ينتهي، المرض راح يبقى معنا شهور متعدده، وربما حتى سنوات. وربما حتى سنوات. نعم. لكن نظن بالله لكن لا فاكسيناسيون. طيب. يعني نجحت، ربما تكون. نعم. نتائج قريبه ان شاء الله. ربما ابقى معي، اتحول الى ضيفي عبر سكايب، او ربما نواصل معك بروفيسور. كيف او ما هي اليه عمل اللقاح؟ كيف يعمل في الجسم بالتحديد؟
هو آلية العمل للقاح كما كثير من اللقاحات اللي معروفة الطريقة نتاعها، أنه بالنسبة للقاح سبوتنيك أن هذا الجزيء الجينيتيك اللي محمول عن طريق الأدينوفيروس يدخل في جسم الإنسان يكون قادر باش ينتج لبروتين اس، لبروتين سبايك اللي هي مفتاح الفيروس باش يدخل للخلية، وبالتالي الجسم راح ينتج دي سانتيكور ضد هذه البروتين اللي هي ستون بروتين كلي إيسونسيال مهمة في الفيروس نتاع كورونا، وبالتالي الفيروس يصرى نوتراليزي بار لي زانتيكور. دونك معناها هذا الفيروس الانسان راح يكتسب قابليه باش يواجه المعركه، يعني معناها بطريقه اخرى مبسطه ان هذا الفاكسان هو السلاح نعطيوه الجسم الانسان باش يدافع بنفسه باش يكون مستعد باش يواجه هذا الفيروس ويكون يقدر يقضي عليه في اغلب الحالات، وفي اقل الحالات انه يقدر يواجهه، يقدر او موا اتينيو لا مالادي، يعني تكون يا اما ما يمرضش اطلاقا او يمرض بمرض خفيف. وهذا بالطبع شيء لهذا السبب احنا ننصحوا باش الناس دير لا فاكسيناسيون بطريقه واسعه، اولا في القطاع الصحي، في الناس اللي راهم عندهم امراض مزمنه، في الناس اللي فوق 65 عام، واللي يجي من بعدها هو لازم تكون فاكسيناسيون بصفه عريضه جدا لملايين تاع الناس، لحوالي لي دو تيار تاع لا بوبيلاسيون، باش الفاكسان يكون عنده فعاليه على المستوى الجماعي. خلينا نتحدث الان دكتور، واستغل فرصه تواجدك معي الان، عن اليه التلقيح. انا كمواطن ربما اذهب الى التلقيح، كيف يتم التعامل معي؟ ربما ما هي المراحل المتبعه لتلقيح شخص او انسان ربما يتوجه إلى المستشفيات؟ هو لما الإنسان يأتي للمستشفى أولا تقوم عملية تحسيسية، يعني توضيح للفاكسان والطريقة نتاع الاستعمال تاعو، ثم نيكزامان كلينيك تاع المرض. هو ماشي مرض، هو على كل حال مواطن جا باش يدير لا فاكسيناسيون، باش تكون نيكزامان كلينيك بار ميدسان يقوم بالفحص تاع الشخص، وبعد هذا الانسان يقوم بعمليه بلا فاكسيناسيون تاعو، لونجسترمون تاعو لا فاكسيناسيون، ومن بعد يبقى في الانتظار لمده نصف ساعه لاجراء احترازي. من اجل يعني اللي ياخذ اللقاح اللي يحقن يبقى في المستشفى نصف ساعه ربما، يبقى في المستشفى او في العيادات، يعني لان اغلب لي فاكسيناسيون يندارو في العيادات. في لي زو بي اس بي، وجزء منهم يندار في المستشفيات، يخص سورتو الناس تاع القطاع الصحي. نعم. طيب خلال هذا النصف ساعة اللي ينتظرها الملقح وش ممكن يصير؟ يعني علاش يبقى نصف ساعة؟ احنا كمتخصصين يعني في الحساسية نعرفوا هذا الأمر جيد، يعني الأغلبية تاع الناس، ساحقة تاع الناس ما يصير له حتى شيء. نعم. يعني بعد نصف ساعة يذهب لبيته وانتهى الأمر. نعم. يعني يبقى، ولكن نعطيه بعض النصائح أنه ممكن تكون عنده الحمى، ممكن عنده ديميالجي، ممكن عنده ديزارترالجي، ولا عنده ديسيفالي، ولا كش ما عنده اعراض اللي هي بسيطه. في حال ما اذا كانت عنده اعراض اللي هي اكثر من هذا، يعاود يتصل بالمصلحه الطبيه. في بعض الحالات يكون عنده دي رياكسيون لوكال، يعني على مستوى الانجكسيون تكون احمرار في الجلد تاعه، ولا عنده حكه في الجلد لهنا. هذه حاجه بسيطه جدا، تطلب دي تريتمون سوفون دي زونتيست مينيك يكفي. في بعض الحالات اللي هي نادره، تكون اعراض اخرى اللي هي مثلا انجن ريسبيراتوار والا انودام، وهذا نادرا ما يحدث، يعني نادرا جدا ما يحدث، هذا 0.00، يعني معناها 99.99 ما راحش يكون حتى شيء، ولكن هذا الشيء اللي يقدر يكون. نحن محضرين هذا الشيء، هذا موجود، كنا بلاطو معاه مع الاطباء ومع الباراميديكو، عندهم دي كورتيكويد، عندهم الادرينالين، دي زونتي استامينيك. وهذا اذا كان اي شيء من هذا النوع، اون بتيت انجكسيون والمشكل يكون تحل. يعني الامور في الحقيقه معروفه، وعندنا خبره في هذا المجال، والاطقم اللي راهي مستكلفه بلا فاكسيناسيون دارت لا فورماسيون، دير انفورماسيون على هذا الشيء. يعني الامور ان شاء الله تمشي بكل سلاسه وبكل وضوح. نعم. ونطمئنوا المواطنين باللي لا فاكسيناسيون هذه ما تكون عندها غير ايجابيه ان شاء الله. اكيد نتمنى ذلك، ونتمنى ان تكون بدايه ربما لزوال هذه الجائحه التي ضربت كل العالم. طيب في حال انه اخذت هذا اللقاح، كم ربما شحال يبقى يعني هو يعني حاميني من الفيروس؟
هو المعطلية المعطيات الحالية اللي هي معطيات محدودة، لأن المرض ما عندوش بزاف من جديد. حاليا حوالي 8 شهور من الفاكسان يقدر يكون يمد حماية اللي تستمر ل 8 أشهر، ولكن الحماية تقدر تكون ممتدة أكثر من 8 شهور. وتقدر في بعض الدراسات اللي تقول أن الناس اللي داروا السارس كوف 1 ولا لو ميرس اون 2012، الناس هذو كان اللي مازال عندهم انكور لي زونتيكور، وبالتالي الحمايه تقدر تكون لسنوات. الا ان هذا الامر يجب ان يثبت علميا. لحد الان نقدر نقولوا بان لا فاكسيناسيون تمد حمايه لحوالي 8 شهور. نعم. ممكن يصراو دي فاريون، ممكن يصراو تغيرات في الفيروسات وتقدر تكونتورني لا فاكسيناسيون، ولكن احنا نقولوا باللي مادام لا فاكسيناسيون اي تي كريي ولا صنعت في ان طون ريكور، سي دو جامي فيو، يعني اول مره تصنع في هذا المده القصيره هذه، نظن باللي في نفس الشيء اذا كانوا كاينين دي فاريون، ونطمئن انه لحد الان لي فاريون اللي خارجين لحد الان لا فاكسيناسيون اثبتت النجاح نتاعها فيهم. نعم. ولكن اذا كانت ربما تحورت اخرى فنتمنى ان تكون فيه نجاح، تكون فيها تطورات اخرى في الصناعه وتمد ان شاء الله. نعم. نتيجه اخرى. ما هي اوجه الاختلاف بين استرازينيكا وسبوتنيك في الروسيه دكتور؟ هو لو برينسيب سي لو ميم، يعني في زوج عندهم ان فيكتور اللي يحمل الفيروس، اللي يحمل لي جين كي كود بور لا بروتين سبايك، ويمد ويصرى انجكتي في الجسم الانسان ويؤدي. نعم. الى انتاج هذه البروتين اس، وبالتالي صناعه. نعم. الاجسام المضاده للسيطره على الفيروس. ربما هو الشيء اللي متغير هو في الجرعه الثانيه. نعم. اللي هما لي روس صنعوا ان فيكتور ديفيرون، والدراسات نتاعهم تقول باللي انا بان هذه سي تكنولوجي سبيسيفيك لهم، وفي الجرعه الثانيه هناك بعض الاختلاف اللي هو يمد بعض التغيرات من ناحيه الفعاليه، لكن لو برينسيب يبقى نفسه، سي لادينو فيروس فيكتور تاع لو جين كي كود بور لا بروتين سبايك. طيب دكتور، بالامس او ربما قبل امس، في اخر سؤال، ربما السفير الروسي كان هنا في قناه النهار وصرح انه اتحاديه او الفيدراليه الروسيه مستعده للتعاون مع الجزائر ونقل ربما صناعه اللقاح من روسيا الى الجزائر. في رايك هل عندنا كوادر بشريه ربما بامكانها ان تسهل هذا الاستثمار وتكون جزءا في صناعه هذا اللقاح هنا على مستوى الجزائر؟ هذا شيء اكيد. انا اظن بلي الجزائر عندها كوادر بشريه من مستوى عالي، وعندها انفراستركتور اللي ربما جزئيا قابله باش تكون قابله للتطوير بسرعه. نعم. وبالتالي نظن باللي هذه فرصه باش ندخلوا نديروا ان سو رابيد وندخلوا في صناعه لي فاكسان. نظن هذه فرصه من المستحب او من الواجب علينا اننا نستغلوها باش ندخلوا في هذا الصراع العالمي لصناعة الفاكسان، لأن في الحقيقة كل المجتمعات يجب أن تحضر نفسها. نعم. لأن هذا المشكل تاع الكورونا فيروس ما رايحش يبقى هنا، راح يكونوا في المستقبل فيروسات أخرى، وراح تكون مشاكل صحية أخرى. نعم. ونظن المجتمعات اللي تخمم بطريقة استراتيجية بطريقة بعيدة المدى. نعم. أنها لازم تكون محضرة نفسها باش تكون قادرة باش تصنع لي فاكسان بنفسها. وشفنا باللي هذا في المده الاخيره هذه، شفنا باللي هذه الصراعات اللي هي صراعات علميه وطبيه ولات عندها طابع حتى اقتصادي وسياسي، وبالتالي نظن داخله في المناعه نتاع البلد اننا لازم تكون عندنا مستوى عالي من السيطره على التكنولوجيا وخاصه في مجال الطب. اذا شكرا جزيلا دكتور عبد الباسط كتفي، طبيب مختص في امراض الحساسيه والصدر، على كل هذه المعلومات. شكرا. اذا اعزائي المشاهدين، ابقوا واياكم في الشان الصحي، اذ وصل